طريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. النهاردة يوم جميل. ليه يوم جميل؟ عشان معاكم الشيف رائد ابن النيل. النهاردة أكلتنا بسيطة وسهلة ولذيذة، هنعمل حلو وهنعمل حادق. ولكن قبل أن أتطرق وأتكلم نشوف هنعمل ايه النهاردة ونرجع عشان الوقت ندردش مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهاردة. رحنا الهند، لا مش رحنا الهند يعني سافرنا الهند، لا رحنا المطبخ الهندي، جبنا منه اكل عشان نبسطها للسادة المشاهدين ونعملها بطريقتنا الجميلة بطريقة برنامج ساعة شهية. النهاردة معنا دجاج مسالة الهندي، اسمه كده، اسمه مسالة، ولكن احنا هناخد التتبيلة لان الهندي له تتبيلة معينة وخاصة، هنشوفها دلوقتي مع بعض واحنا بنتكلم عن دجاج مسالة الهندي. طيب ننزل بالمقادير الأول، ننزل بالمقادير. عبارة عن إيه المقادير عندي؟ عبارة عن دجاجة متظبطة كده، بس أنا قلت أقسمها اتنين. وليه؟ عشان أعمل بطريقتين، طريقة هنطيبها عن طريق رسته في الفرن وطريقة عادية خالص كأننا بنعمل كباب حلة ولكن بالتتبيلة الهندية. دجاجة عندي هي جميلة تمام كبيرة كده، ده نصها قطعته وحاولت بقدر الإمكان أنزع منه الجلد تمام، وعندي النص التاني اللي هو الفخدين أو الوركين خليتها زي ما هي تمام يا ست الكل، زي ما هي بالجلد بتاعه. وريك هتقطع ازاي. أي وضحت أمام حضراتكم على الشاشة يا جماعة، أدي الفرخة، أدي النص، وأدي النص التاني اللي أنا حاولت أنزع منه الجلد بقدر المستطاع، وأدي الوركين أو الفخدين بتوع الفرخة. المقادير وضحت أمام حضراتكم على الشاشة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن دجاجة تمام؟ دجاجة زي الفل، 3 معالق جوز هند، عشان من الهند يبقى لازم نحط لها جوز هند، 2 بصلة، 3 حبات طماطم، 1 معلقة ثوم مفروم، 3 ثمرات فلفل أخضر، 1/4 كوب لبن. عندنا بقى البهارات بتاعتنا الجميلة، حبهان، قرفة، ورق لورا، بابريكا، كركم، فلفل اسمر، كزبره، جوزه الطيب، شطه تمام. والمقادير لسه واضحه امام حضراتكم على الشاشه، وتعالوا نشوف. وقبل ما ابدا يا جماعه عايزين ننبه عن الدوره التدريبيه بتاعتنا الجميله اللي في اصول فن الطهي تمام. الدوره ديت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنبدا الجمعه الجايه اللي هي بكره دي، لا اللي بعديها اول قرص في الدوره ان شاء الله وباذن الله تعالى. للحجز يا جماعة في الدورة التدريبية لتعليم فن الطهي والحلويات والمأكولات وكل المطابخ اللي انتوا عايزينها هتتعلموها معانا في الدورة الجميلة بتاعتنا دي، دورة برنامج ساعة شهية. للتواصل للحجز والاستفسار على رقم 011-211-00684، وبطلب من كنترول ينزل لنا الرقم يا جماعة على الشاشة تمام؟ اهو تمام كده زي الفل. هبدأ. هتعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ اول حاجة اعملها في مطبخي يا ست الكل تقولي بسم الله، بسم الله، وتجيب السكينه بتاعتك اهي، السكينه معانا اهي تمام. عندي المفرمه الجميله دي اهي، الكبه بتاعتي الجميله اهو تمام اهو. اخد كده حبه طماطم، عندي 3 كبار أو 4 متوسطين زي ما يكون عندي، اتخلص من المكان اللي فيه الماده الكيماويه كده واقطعها كده يا ست الكل. في التتبيله الهنديه يا جماعه بيستخدموا صلصه، بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا صلصة. أنا مش عايز الصلصة معايا، يبقى هبدل حبيتين طماطم زي الفل كده اهو في التتبيلة بتاعتي الجميلة. وأدي التوم وأدي البصل اهو، أخد بصلتين كده تمام يا ست الكل، كله ده على المفرمة على التتبيلة بتاعتنا الجميلة اهو، واحدة واحدة كده مع بعض واحنا شغالين وهنعرف احنا عملنا ايه. حطيت بصل وحطيت توم وحطيت فلفل اهو، نص كمية الفلفل اللي عندي لان انا قلب التتبيلة كده تمام. والرقم يا جماعة حجز الدورة موضح امام حضراتكم على الشاشة، اللي ملحقش يكتب يكتب الرقم، واللي ملحقش يحجز ويتصل يتصل بسرعة معانا. حطيت فلفل، حطيت بصل، حطيت توم، حطيت حبة لبن اهو، شايفين التتبيلات التانية يا جماعة اقول لكم بتاخد زبادي. التتبيله دي فيها لبن وجوز هند اهو تمام، ادي حبه جوز الهند معايا تمام مع التتبيله. ايه الجمال ده يا شيف يا ابن النيل؟ طبعا لازم اكون جميل عشان بقدم لكم انتوا اهو. ادي معلقه ثوم كده
تمام كده، تمام كده يا ست الكل معايا. اروح بقى لايه؟ للبهارات بتاعتنا اللي احنا قلناها اهو. اول حاجة قلنا معانا ايه في التتبيلة؟ كركم اهو، تمام يا ست الكل. معانا جنزبيل، معانا قرفة، كل المقادير اللي كانت واضحة امام حضراتكم على الشاشة يا جماعة، تمام كده هنستخدمها. ومعانا الشطة الجميلة بتاعتنا اهو زي الفل كده. واحدة واحدة يا ست الكل هتتعلمي ازاي تعملي الاكلات الصعبة عليكي، تمام اهو، تمام كده، تمام كده اهو. هتتعرفي ازاي تعملي الاكل الهندي بطريقة بسيطة وسهلة، وتعملي الاكل الايطالي بطريقة بسيطة وسهلة. احط الملح، تمام اهو، تمام زي الفل كده. واجيب ورقتين لورا معايا اهو، احطهم كده، ورقتين سلام احطهم هنا كده، تمام. حبة زيت عشان يدمج لي الخلطة بتاعتي الجميلة دي، وهتشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. مع حبة مية كده بسيطة اهو، دي التتبيلة الجميلة بتاعتنا اهو. ده يا جماعة تتبيلة دجاج مسالة الهندي اهو. طبعا هيختلف شوية ممكن، ولكن احنا بنقول نبسط الموضوع اهو. شايفين؟ زي الفل كده، زي الفل كده اهو. معايا كده التتبيلة، خليها زي ما هي كده، تمام. اجيب حاجة واسعة كده احط فيها التتبيلة الجميلة بتاعتي اهو، تمام كده. نشيل معلقتنا هنا برضه، عاوزة عشان نستخدمها اهو، زي الفل كده اهو. شايفين شكل التتبيلة عامل ازاي؟ كركم خلاها صفرة، كله كده تجانس مع بعضه. نحاول ما ارميش حاجة يا جماعة اهو، مع بعض كده. وديت التتبيلة الجميلة بتاعتنا. بنفس الطريقة هنعملها بس بطريقة تانية، ايه اللي هي ايه؟ على النار. احنا كده قلنا نقسم الفرخ عشان نعملها بطريقتين، تمام يا ست الكل، تمام يا شيف اهو. نقلب كده اهو مع بعض فراخنا الجميلة. فين اهو؟ اوسع كده لنفسي اشوف فراخي الجميلة فين اهو. ادي فرد اهو، اقطع كده، تمام زي الفل. اقطع كده، اجي من هنا كده من المفصل، فصلتها كده بكل سهولة اهي. الجنب التاني كل سهولة كده اتفصلت، تمام. شايفين؟ واحدة واحدة كده معايا. افتح كده اهو، كأني بشفيها من العظم اهو، بس هخليها بالعظم بتاعها زي الفل كده اهو. واحدة واحدة معايا يا جماعة، شايفين انا عملت ايه اهو؟ تمام كده في التتبيلة بتاعتي الجميلة. وادي التانية اهو، واحدة واحدة. كل ده عشان لما التتبيلة تدخل معايا اهو، تمام كده اهو. وهنا بقى كده اي فتحة بسيطة كده افتحها للعظم عشان التتبيلة تتغلغل معايا اهو، تمام كده اهو. مع بعض كده تاني، تمام اهو. شفت انا عملت ايه اهو؟ هو ده. انا بس يهمني ان انا اوسع جنب العظم عشان التتبيلة تتغلغل معايا اهو، تمام كده
زي الفل كده مع بعض هنتبل يا جماعة. تمام اهو. نعم. تمام. وبنقول تبلتنا حلوة وزي الفل. حبيبي حبيبي حبيبي. تمام اهو شايفين انا كده بتبل اهو، شايفين التتبيلة الجميلة دي صفرة يا جماعة ليه؟ عشان الكركم. صفرة عشان الكركم ولا صفرة عشان حلوة زي الفل؟ عشان حلوة زي الفل اهو. تمام شايفين التتبيل الجميل اهو. واللي شايفني يا جماعة شغال بايدي من غير كلابس، احنا قلنا طالما الاكل هيدخل النار مفيش داعي ان انا البس كلابس. اهم شيء انا غاسل ايدي ومتأكد ان هي نظيفة وتمام التمام قبل ما اعمل اي عملية طهي في المطبخ. تمام اهو. ومش للايدين بس يا جماعة، ومش للايدين بس، لازم يكون الاواني برضو اللي انا شغال فيها مطهية بطريقة زي الفل اهو. كده اتأكدت ان هي متبلة تمام وزي الفل. هجهز بقى حاجة اللي انا هدخل بيها الفرن. تمام هتاخد لها يا جماعة تقريبا ساعة على نار متوسطة الحرارة، او على نار شديدة تاخد لها تقريبا ساعة الا ربع. لازم هتاخد وقت معايا لو درجة حرارة متوسطة. اجيب كده ايه صينية كده ولا صاج اهو كده مع بعض اهي، حاجة كده امسح كده زي الفل اهي. تمام ارص كده الرصة بتاعتي الجميلة اهي. تمام اهو. تمام زي الفل كده اهي، هتوضح قدامكم دلوقتي كده اهي. ابدأ بقى كده اخد من التتبيلة بتاعتنا الجميلة دي اللي هتحمي لي الفراخ اهو. شايفين المنظر؟ في ناس عايزه تاكلها نيه دلوقتي صح، قبل ما تستوي. تمام الدنيا حلوه وزي الفل يا جماعه. كده اول وصفه معانا من دجاجنا الجميل انتهت. نشوف اللي بعد كده ايه الطرق. ومعانا ست الكل ام ابراهيم من كفر الشيخ. اهلا وسهلا يا ست الكل. الو عايزه والله تبلت الفرخه صورت. الله يكرمك. طبعا الفرخه تتاكل نيه صح؟ ايوه معاك يا ست الكل. أيوة. اموريني. عايزه تتبيله الفرخه صورها لو سمحت. عينيا حاضر، هننزل لك بتتبيله الفرخه دلوقتي عشان تلحقي تكتبيها او تصوريها من على الشاشه. تحت امر حضرتك. اموريني تاني يا ست الكل. شكرا شكرا. ماشي عينيا ليك يا ست الكل. تمام شايفين الجمال شكلها عامل ازاي؟ ارقصها ولا ثبتها؟ يلا ادخل الفرن. ماشي يلا سلام حبيبي حبيبي. اهو شايفين على الفرن اهو. تمام كده زي الفل كده اهي معايا في الفرن. اتاكد كده براحتكم. ماشي خلاص تمام اهو. نروح بقى كده هنعمل ايه الطريقه الثانيه. هي نفس المقادير معانا، نكمل بقى الباقي. الباقي بقى هنعمله بطريقه جميله وسهله. الطريقه ديت هتعجبكم. ما ننساش يا جماعه ننزل المقادير ماشي لست الكل اللي طلبت المقادير التتبيله اهو. تمام حطيت الحله كده على النار تسخن، والمقادير يا ست الكل على الشاشه، احنا في خدمه حضرتك اهو. المقادير بسرعه كده اكتبيها او صوريها وبعدين اكتبيها عشان تتابع حلقتنا الجميله اهو. تمام هنعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ زي ما انا شغال يا ست الكل اهو، زي ما انا شغال يا ست الكل، هو نفس المقادير معايا بس هنعمل الطريقه الثانيه الجميله. ادي الماده الدهنيه بتاعتنا اهو. تمام في الحله الجميله بتاعتنا. تمام زي الفل كده. تمام وادي البصل الجميل بتاعنا اهو. تمام كده. اي تقطيع الجماعه الهنديين بيقطعوه صغير جدا، انا مش عايز اقطعه صغير جدا. تمام ليه بقى؟ لو قطعته صغير جدا انا مش هحس بطعمه وهينشف معايا بسرعه. في الوصفه دي انا عايز يبقى كده جوليان جميل كده. تمام زي ما انا شغال كده اهو. الزيت عندي سخن، اروح للزيت. شايفين اهو
صوت الزيت الجميل بتاعنا اهو. انا معايا الفلفل مجهزه ومعايا الثوم مقطعه ومجهزه، ادي حبايه الطماطم تمام اهو كده، عاوزها كده الواحدة الى اربعة تمام تمام كده اهو تمام. يا ريت يا جماعة في الطريقة دي بالذات اكون انا حاطط الطماطم اللي انتوا شايفينها قدامكم طرية ديت، انا حاططها في التلاجة في الفريز بتاع نص ساعة، وبعد كده طلعتها بشوية مية كده عشان تطرى معايا، عشان ابعد عن الصلصة، عشان لما تنزل النار تديني تهدى معايا بسرعة وتدبل معايا بسرعة تمام. اهي الطماطم متقطعة قدام حضراتكم اهو، نجيب معلقة تمام اهو، انا كده معايا المعلقة الجميلة بتاعتي الخشبية اهو تمام كده اهو، زي الفل يا جماعة زي الفل اهو تمام. في حاجة بقى بتتعمل في الهند هنعملها دلوقتي، اهي الطريقة بتاعتهم، ادي معانا اللبن وادي معانا الثوم وادي معانا الفلفل وادي معانا الطماطم وادي بقيه الدجاج اللي معانا. في الهند بيعملوا ايه تمام في الطريقه دي، بيجيبوا كل البهارات اللي عندهم حب زي ما هي يعني سليمه، بهارات سليمه، وبيحطوها على طاسه ويحطوا فيها البهارات ويسيبوها تسخن شويه. ليه؟ عشان الزيوت اللي داخل كل حبه بهارات صغيره، طبعا احنا عارفين ان فيها زيوت اللي بتديني الطعم والنكهه دي، لان البهارات لو نشفت زياده عن اللزوم خلاص انتهى، ملهاش لا طعم ولا ريحه. عشان كده بننصح ان احنا دايما نجيب البهارات اللي عندنا نجيبها سليمه ونحفظها الاول تمام، وقبل ما نيجي نطحنها يا ست الكل نحمرها على النار، ده تسخين، نعمل ايه؟ عمليه تحريك للزيوت تمام، تليين يعني بنلين الزيوت، بعد كده تطحنيها يا ست الكل هتبقى زي الفل. هما بيجيبوها يحمروها تمام، يسخنوها شويه وبعد كده يطحنوها اهو تمام. انا هعمل ايه؟ نفس الطريقه بتاعتهم بس بالبهارات اللي عندي، اللي هي ايه؟ اهي شايفين انا هحمص كده اهو، هحط البهارات الاول معايا اهو تمام، اهي على النار عشان تديني التست العالي اللي انا عايزه يا ست الكل. طبعا البهارات من الانواع من الحاجات اللي بتدي للاكل طعم تمام، طعم جامد جدا تمام، بس ايه؟ بنسبه وتناسب، يعني لا افراط في البهارات يا جماعه. البلد الوحيده اللي بتحب تفرط في البهارات ولكن هم عارفين بيعملوا ايه؟ الشيفات الهنديين، يعني بس لما بيكتروا في البهارات هم عارفين بيعملوا ايه، مش كده وخلاص. اهم شيء عندهم اذا قلت مطبخ هندي يبقى لازم شطه، اذا قلت مطبخ هندي يبقى لازم شطه. طيب انا عايز اعمل اكله هنديه وشفتها وعجبتني على شاشه من شاشات التلفزيون تمام، وشفتها وعايز اعملها بس ببعد عنها عشان ايه؟ انا مثلا مش بحب الشطه، الشطه عندي بتعمل لي مشاكل والام وبتتعبني، فانا بقول لك يا ست الكل هاتي اهو، شايفين الشطه تمام كده مع بعض اهو، هاتي الوصفة بالظبط واعمليها، مش لازم تحطي شطة يا ست الكل، لا مش لازم بالفعل تحطي شطة، ايه يعني؟ اديني هي هي الوصفة بس انا مش عايز فيها شطة تمام اهي تمام. بس انا النهاردة ايه زودت الشطة عشان ايه؟ ناس حبايبي تاكل معايا في الاستوديو ايوه تمام اهو. انا كده هعمل ايه؟ ادي الفلفل معايا تمام، ادي التوم معايا اهو اهو تمام كده تمام. اوسع بقى كده لنفسي، لاحظوا يا جماعه الترتيب معايا، البهارات لازم تعمل كده على النار تقفل لي اللون ده اهو تمام اهو تمام، مع الفلفل كده بقت ايه؟ بقت نار تمام زي الفل. اطفي بالطماطم، اطفي بالطماطم اهو، شايفين بدل بقى الصلصة والمواد الحافظة والكلام ده، عشان احنا عايزين ايه؟ نعلم ستات البيوت البدائل الصحية للأكلات السريعة والسليمة. طبعا لما بنقول أكلات سريعة كل ست بيت عايزة تعمل أكلة سريعة بتتجه للمعلبات ومشاكل المعلبات والمواد الحافظة والكلام اللي احنا مش عايزينه ده اهو تمام اهو. جوز الهند وقته حان
ماشي. انت عايز اخلي شويه للجرنشه، ولكن عندي جوز هند التاني ربنا يبارك اهو، تمام كده، شايفين الجمال. التتبيله دي تتاكل كده بصراحه. وادي اللبن اهو اهو، لبن يكون صبح يا جماعه اهو، شايفين تمام، كله ما خدش بتاعه 5 6 دقايق. وادي الدجاج اللي عندي مغسول ومتنضف وتمام التمام، زي موضوع كباب الحله، ولكن اختلفنا مع التتبيله الهنديه الجميله اهو. تمام اهو، هو ده يا جماعه الاكل الهندي على اصوله. طيب ماشي حبيبي اهو، شايفين كده التتبيله الجميله اهي اللي بقيت عندنا. اللي بقى عندنا اهو الدريسنج الجميل ده، هاخد منه حبه، وبعد كده انا عاوزها عشان اقدم بيها جرنشه اهو. تمام كده الاكله بتاعتنا ديت خلاص هتخش على النار، وبعد ما تخش على النار هحط لها بس قبل ما اطلع فاصل، عشان انا بستعد الفاصل دلوقتي، حبه الميه بتاعتنا عشان تستوي قدر المستطاع، ما اخليش الميه كتيره لنصها. ليه؟ عشان قلنا اهم شيء في الاكلات الصحيه ان الاكلات ما تفقدش الفيتامينات بتاعتها والبروتين بتاعها، نتسوي في ميه قليله جدا جدا، ونقلل من فتره الايه التسويه. تمام كده، انا هغطي واقول الساده المشاهدين اوعوا تروحوا بعيد، دايما معانا كل جديد. نرجع بعد الفاصل. رجعت بعد الفاصل مع الاكل الهندي والمطبخ الهندي الجميل. قلنا نضيف ايه للمطبخ الهندي الجميل؟ هنعمل رز بالبشاميل. رز بالبشاميل حكايته ايه يا شيف؟ ايه الحاجات اللي انت عمال تقول عليها ديت؟ طيب يا ست الكل تابع معايا، وهوريك دلوقتي الرز بالبشاميل بالكوسه كمان، مش رز بالبشاميل بس. انزل بالمقادير الاول وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. تمام، عباره عن ايه الرز بالبشاميل؟ حاجه بسيطه وسهله وجميله جدا، عباره عن دقيق وزيت ورز وكوسه وجبنه موتزاريلا. هو ده هو ده. نشوف هنعمل ايه. الرز اهو امام حضراتكم، كوسه، دقيق، جبنه موتزاريلا، طبعا ما ننساش الملح بتاعنا الجميل اهو. 1 كيلو رز، نص كيلو كوسه مسلوق نص سلقه، 3 معالق دقيق و3 معالق زيت، وعندنا البهارات بتاعتنا ملح ورشه جنزبيل وجبنه موتزاريلا، حوالي 4 معالق او 3 معالق حسب ما تيسر يا ست الكل. تمام تمام يا شيف اهو، انا كده معايا ايه الطاسه بتاعتي الجميله والماده الدهنيه اللي حوالي 3 معالق. طبعا يا شيف احنا عارفين ان دايما البشاميل بتتعمل بزبده مش بزيت، تعال النهارده نخفف الدسم يا ست الكل ونخليه بزيت. ماشي اهو، شايفين كده انا بعمل ايه اهو، ادي الماده الدهنيه بتاعتي معاكم على النار. تمام اهي ماده دهنيه حوالي 3 معالق مش اكتر، وادي كميه الدقيق اللي عندي اهي، بس استنى كده ايه الدقيق كده يسخن معايا، واجهز المضرب بتاعي الجميل ده اهو. تمام كده تمام كده، ادي الدقيق يدوب الزيت يسخن اهو كده، وانزل حوالي 2 معلقة، حوالي 2 معلقة بس اهو، بس كده يا شيف، بس كده يا ست الكل اهو مع بعض كده. اهم شيء بقى في البشاميل اللي بيبقاش طعمه حلو معاك يا ست الكل، ليه ما بيبقاش طعمه حلو يا شيف؟ اقول لك انا، اولا انت بتحطي الزبده، وبعد كده بتحطي الدقيق، وبعد كده بتحطي الميه، اول ما بيربط معاكي بتيجي منزلاه. لا ليه بقى؟ انا عايزك تستني شويه على الدقيق، لان الدقيق ني، الدقيق كده عندك لسه ني. طب عايزين نسوي الدقيق عشان ناخد الطعم بتاعه اهو، بفضل كده معاه كده شويه بالزيت زي الفل اهو. تمام 5 من 6 تمام، اكد لي. طيب ماشي انا معاك، اكد لي على الرقم. تمام كده الزيت اهو مع الدقيق لسه بيتقدى، انا بس كده مستني الميه تسخن معايا وانزل بيها اهو. هنا بقى فايده مهمه جدا في الجنزبيل، انا بقالي كده يومين عمال اشتغل في الجنزبيل لانه صحي جدا وفوائده معدوده. ادي الجنزبيل ده هيعمل معايا الطعم الجميل اهو، شايفين كده كده، انا مستني الميه السخنه على طول كده اهو،
تمام، وادي الملح معايا. شفت يا ست كل انا بقى لي قد ايه على النار مستني الدقيق كده زي ما يستوي معايا اهو، وبحط الملح. تمام اهو، حطيت الملح يا ست الكل اهو. تمام. طب تعالى يا ست الكل بقى اركن ده شويه عبل ما الميه تغلي ونعمل الرز بتاعنا اهو. يا شيف مفيش مشكله يا شيف؟ ان لا مفيش اي مشكله خالص اهو. تمام كده، انا معايا هنا حلتي الجميله عشان هعمل فيها الرز برضه، عشان يبقى ايه ماشيين مع بعض في السريع السريع اهو. تمام. الماده الدهنيه بتاعتنا برضه معانا اهي، اللي هي الزيت اهو. تمام اهو، ادي الزيت معايا. تمام، هعمل رز ابيض عادي خالص يا ستي الكل. ليه؟ عشان نظبط الدنيا معانا كده. ادي الزيت بس يسخن، هنزل معاه اهو، شغال هنا، اولع العين التانيه دي اهو. تمام. وادي الدجاج معانا على النار، شايفين الجمال؟ شايفين الدنيا كده؟ الدنيا معاه حلوه وزي الفل اهي، اديله قلبه واحنا مع بعض اهو بنتعلم حاجات بسيطه وسهله، وبنجيب اكلات وبنبسطها عشان تبقى معانا الدنيا زي الفل اهو. تمام كده. تمام اهو، ماشي يا شيفنا يا جميل اهو. تمام. اللي عايز يا جماعه يتواصل مع الشيف رائد ابن النيل في اي وصفه في اي اكله، يضغط يتصل بينا على 17 44 ويضغط رقم 6. تمام كده، عارف لو يكون غلط انت والرقم امام حضراتكم على الشاشه. اللي عايز يتواصل مع الشيف رائد، تمام ماشي، اللي عايز يتواصل معانا يا جماعه هيتصل ب 17 44 ويضغط رقم 6، والرقم ظهر امام حضراتكم على الشاشه اهو. تمام كده، انا معايا الزيت بيسخن، الزيت بيسخن مع الرز. لازم يا جماعه ما اسقيش الرز الا وايه يكون سخن معايا اهو. تمام، اولع هنا تحت الدقيق معايا تحت البشاميل اهو. تمام، هو بارد شويه فقبل ما الميه توصل. تمام تمام زي الفل كده اهو اهو، شايفين كده. اديله بقى هنا الملح بتاعه، الرز عندي اهو، ظبط الملح للكيلو تقريبا معلقه، للكيلو تقريبا معلقه اهو. تمام، رز بالبشاميل اهو، هنشوف الدنيا معانا عامله ايه دلوقتي يا ست الكل اهو. كده انا عندي ايه هنا. تمام، انزل بالميه بتاعتي الجميله اهو على الرز الجميل بتاعنا، شايفين الطشه دي اهو. لازم ميه سخنه مع ايه، مع الرز يكون سخن، مادة الدهنية بتاعته اهو. تمام كده، اتاكد كده ان الميه مظبوطه معانا، غطي رزنا الجميل. تمام، واجيبه على النار الهادية هنا. تمام، واخد انا النار السريعة هنا. تمام تمام، خليكم معايا بقى وانا شغال عشان ديت لازم تكون سخنة وزي الفل اهو. هي كده معايا سخنة، هنزل واحدة واحدة، خليني باليمين اهو كده، شايفين اهو. ده البشاميل بتاعي يا جماعه اهو اهو، شايفين اهو. كل ما هو على النار انا معايا الميه يا ست الكل، واحده واحده كده البشاميل بيض ازاي، كل ما هقلب فيه كل ما بيض كده. الدقيق عندي استوى في المادة الدهنية بتاعته عشان ما يبقاش له طعم غريبة كده او طعم غريب اهو. كله على النار كل ما هيتقل، انزل انا كده من على النار اهو، اوريك يا ست الكل انا هعمل ايه دلوقتي اهو. تمام،
تمام. عايز كده ايه يكون مظبوط معايا. خلاص كده اهو هقلب امام حضراتكم كده اهو واحده واحده كده. ما انساش الرز بس اوطي عليه. هو مش هياخد معانا كتير الرز. تمام اهو كده وهو سخن كده انا عندي الكوسه دي اهي شايفين وانا سلقها نص كيلو سلق ونص سلقه عشان كده طالع معايا اخضر. طب نص سلقه يا شيف احنا ما بنعرفش، انتوا بتقولوا اسلقوا الخضار نص سلقه او احنا بنسلق بالفعل نص سلقه وبنسيبه بنلاقيه استوى معانا. يا ست الكل استوى ليه؟ انت ما وقفتيش بعد ما سلقتيه ما وقفتيش عمليه الطهي. طب اوقف عمليه الطهي ازاي يا شيف؟ ان انا اديله بعد ما اصفيه اديله صدمه بميه بارده. تمام كده صدمه بميه بارده. في حالات ثانيه انا محتاج ما ادلوش صدمه بميه برضه عشان احتفظ بالنشويات وده يفضل في البطاطس يا جماعه. اهو كده هو ده البشاميل وادي الكوسه بالبشاميل كده زي الفل معانا. هتعمل ايه تاني؟ ادي الجبنه الموتزاريلا عندي اخليها. انا عندي قالب هنا اهو تمام هو القالب ده اللي هيكون معانا ان شاء الله اهو تمام وهيخش بعد كده فض الرز وهيخش بعد كده الفرن معانا. ولكن احنا كده مستنيين الرز يطلع عشان نحط الرز وبعد كده ندخله الفرن. ولكن انا دلوقتي هطلع لفاصل وبعدين ارجع هواصل. اوعوا تروحوا بعيد دايما في ساعة شهية كل جديد. نرجع بعد الفاصل. ساعة شهية وفي مطبخنا ورجعنا بعد الفاصل نشوف ايه الجديد اللي عندنا. والجديد اللي عندنا حلويات بسيطة جدا تشيز سريع. ننزل بمقاديره الاول ونرجع نتكلم عنه يا ست الكل. تمام مقاديره بسيطه وسهله جدا وانا قلت ايه نعمله ايه مختصر كده. عندي ميه الجيلي. طب ننزل بالمقادير ونقول المقادير. عندنا حوالي باكوين بسكوت كبار كده حلوين يعني زي كوب كده مطحون بسكوت مطحون. تمام وهستخدم معاه الزيت بدل الزبده. هستخدم معاه ايه؟ الزيت بدل الزبده. تمام وعندنا نص معلقه جيلاتين وعندنا 2 معلقه نشا وعندنا باكو جيلي مانجو وعندنا معلقتين سكر حسب الرغبه وعندنا كريمه باستري. المقادير نزلت امام حضراتكم على الشاشه تشيز سريع. تمام باكو بسكوت ساده مطحون 4 معالق زيت تقريبا باكو جيلي مانجا 2 معلقه سكر ده طبعا السكر يا جماعه حسب الرغبه نص معلقه جيلاتين بودر عندنا ثمره مانجا مقطعه مكعبات كبيره عندنا معلقه كريمه 4 معالق كريمه باستري وعندنا نص او ربع كوب لبن حسب الحاجه مثلج اهو. تمام الميه السخنه معايا على النار. طريقه سهله وبسيطه جدا يا جماعه. خدت معلقتين سكر كده على النار اهو ادي واحد ادي اتنين تقريبا كوب واحد لكل باكو جيلي. تمام عشان ينشف معنا بسرعة. وادي محتويات باكو الجيلي. دي اول حاجة. تمام. دي معانا كده ايه اول حاجة. انا خدت الجيلي اهو. تمام. هي البولة اللي فيها الجيلي احط فيها النشا اهو. تمام كده. خليكم بس معايا كده. اقلب انا كده بالمضرب الجميل الصغير بتاعنا ده الحلو ده اهو. تمام. خلاص كده الجيلي يا جماعه اول ما بيدوب ويغلي خلاص مش عاوز ايه مش عايز حاجه تاني اهو. تمام تمام بسرعه كده اجيب ميه على النشا بسرعه كده. النشا ليه بتستخدمه يا شيف؟ اهو النشا ليه بتستخدمه يا شيف مع الجيلي دايما عشان نعمل عمليه ربط سريعه اهو كده. خلاص اهو من على النار نزلناه تمام. ابدا كده انا بقلب النشا اهي واحده واحده. تمام كده اهو ادي النشا معايا. اولا اقفل لي اللون اللامع ده بتاع اهو وادي المضرب الصغير الجميل معايا اهو واحده واحده كده زي الفل كده اهو. ارفع على النار على السريع اهو مع بعض كده. تمام تمام ادي الجيلاتين معايا اهو نص معلقة انزل سخن كده عليه اهو ردي لي اللمعة تاني اهو
خلاص بقى عندي الجيلي بتاعي الجميل جاهز. تمام كده على جنب يبرد اهو. تمام واخد البسكوت كده على السريع. تمام هتعمل فيه ايه البسكوت؟ اجيب طاسه كده سريعه معانا اهو، والماده الدهنيه بتاعتها احطها كده على النار اهو، وادي البسكوت معايا على النار يسخن كده معايا شويه. واحده واحده كده يا ست الكل، اشوف فراخنا تمام زي الفل كده. السيد الخواص من اسكندريه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيف. انت الله حضرتك الشيف، الله يخليك. الله يكرمك. عامل ايه يا شيف رائد؟ والله زي الفل يا حبيبي، انا سعيد جدا ان انت اتصلت عليا النهارده والله. امور منور الشاشه والله يا حبيبي. سيد خواص انت تؤمر. ربنا يخليك. بقول لحضرتك دلوقتي الطريقه بتاعت الرز بالبشاميل ديت، لما بنعملوها في البيت بتعجن. اه خليك معايا، وهات النهارده مش هتعجن. تمام. احنا عايزين بقى طريقه تكون يعني ايه بطريقتك الحلوه ديت، انها ما تعجنش مننا عشان زهقنا منها معجنه يا شيخ. لا لا النهارده ان شاء الله مش هتعجن، في ساعه شهيه ما فيش حاجه بتعجن، في حاجه بتتاكل على طول. انا تحت امرك، اقول لك المقادير واقول لك الطريقه بسرعه دلوقتي واحنا مع بعض اهو. تمام معايا الورقه والقلم. تمام يا حبيبي، انت تابعني من خلال الشاشه، وبشكر كل اهل اسكندريه يا جماعه اللي هم متابعين. تمام. والاستاذ سيد الخواص، انا مع حضرتك. اتفضل الله يكرمك الله يكرمك. تمام كده اهي، ده كده ايه القالب اللي هنزل بيه. حطيت الماده الدهنيه مع البسكوت وبنزل كده اول قالب. الحاجه المهمه بقى يا جماعه اللي في طريقتي دي ايه هي؟ ان انا ما ينفعش اعمل اي نوع من انواع التشيز او قريبل واحط الحاجه ورا بعض اهو كده. هفرد كده، خلينا هنا كده قريبين، هفرد كده. تمام بعد الزبده. تمام اهو، واحده واحده كده مع بعض، وبضغط كده. تمام اهو، دي اول مرحله كده واحد، ده التاني، ده التالت. تمام تمام كده. هتعمل ايه بقى دلوقتي يا شيف؟ البسكوت ده بعد ما اتعمل بالزيت على النار لازم يخش التلاجة. خلاص يخش التلاجة كده، اعتبروه دخل التلاجة. المرحلة التانية طلع من التلاجة، اديت له ايه؟ الجيلي ده يكون برد اهو عليه، وبعد كده هيخش التلاجة، اعتبروه دخل التلاجة. ايوه كده تمام. وانا عندي اهو المانجا بتاعتي واللي انا مجهزه بعد ما طلع من التلاجة اهو، شايفين؟ ادي المانجا الجميله بتاعتنا، كريمه الكريمه الباستري اهي، اللبن على الكريم الباستري، وبالمضرب الكهربائي جهزناهم. تمام اعتبرنا جهزناهم، شفت السرعه بقى؟ وادي اهو، معلش اهو كده تمام، واهو وادي الكريمه الباستري معايا، شكلها اصفر جميل ازاي اهو، مع بعض كده، ولا اسرع من كده ولا اجمل من كده يا جماعه اهو. تمام اهو، ليه الكريمه الباستري؟ ما خدتش انا كريم شانتيه عشان تلائم معايا لون المانجا. ماشي ماشي اوكي. تمام وهبدا كده اعمل هنا بنفس الرسمه برضو. ليه بقى هبقى احكم انا هنا كده الدايره دي ليه؟ اقول لك ليه يا ست الكل، عشان لما اجي احط المانجا ما تغطيش معايا الايه البسكوت اهو. تمام تمام كده اهو، وبمعلقه خفيفه مانجا عاديه خالص، لو عايزه اقلبها بعسل نحل ممكن، مش عايزه عسل نحل معاها برضو ممكن، اهي مكعبات صغيره جدا اهي كده اهي. وادي التشيز السريع الخفيف بتاعنا، شايفين الجمال؟ كريمة البستر كده هتحكم لي الدنيا، حاجة بسيطة وسهلة وسريعة وطبيعية، مانجا عادية خالص اهو، واحنا مع بعض كده اهو. تمام زي الفل دنيتك يا ست الكل، حاجة سهلة اهي. تمام تمام وصلنا كده المنظر، مش عايز حاجة، الجمال
مش عايز حاجة. أبدأ بقى كده أغرف حاجاتي الجميلة. أدي أول حاجة نوع الحلويات بتاعنا الجميل، وأدي الدجاج بتاعنا اللي انتهى أهو. تمام تمام ماشي، أغرف وبعدين أختم. تمام أهو، واحدة واحدة كده مع بعض أغرف كده. أدي الدجاج الجميل بتاعنا أهو، أغرفه بالطريقة الجامدة دي أهو، على جنب كده أهو. وأدي التتبيلة بتاعته الجميلة كده. تمام زي الفل زي الفل. الرز عندي استوى، اوريكم انا هغرف ازاي طريقة الرز بس كده على السريع. هنا كده تمام، ادي الرز الابيض الجميل بتاعنا اهو. واحدة واحدة كده مع بعض اوريكم انا هعمل ايه كده على السريع اهو. تمام ادي الرز الابيض قلبته استوى معايا اهو. تمام ده الرز بالبشاميل شايف يا سيدي، ولا معجن ولا حاجة اهو، ما زودش بس ايه مقدار المية معاه. تمام اهو اوزع كده. تمام اهو تمام، بضغط كده ضغطة مناسبة وانا شغال اهو. تمام الكوسة بالبشاميل تمام، شايفين الجمال تتوزع كده معاه بطريقة ظريفة وحلوة. شايفين الجمال يا جماعة اهو. تمام كده، وادي الجبنة الموتزاريلا معايا اهو زي الفل كده. دي بقى هتخش الفرن يا جماعة بالطريقة الجميلة دي، هتدخل الفرن معايا تاخد لها 5 دقايق يديني اللون الجراتان بتاعي اللي هو اللون البني. لكن كده احنا ما عندناش وقت، نجيب بقى الفراخ بتاعتنا الجميلة اهو. تمام الشكل الجميل كده اهو بتاعنا، على الدنيا حلو زي الفل اهي. ادي الطبق الجميل اقدم فيه الفراخ بتاعتي. تمام كده شايفين اهو. تمام اهو الطريقة الحلوة الجميلة بتاعتي دي. تمام وادي التتبيلة الجميلة الرائعة بتاعتنا. وكده يا جماعة انتهينا من نهاية حلقتنا الجميلة. نشوفكم على خير في حلقات تانية جاية كتير ان شاء الله. بنقول طب ادي رز هنا وانا بتكلم ماشي عشان اظبط الطبق. اوكي اهو شايفين هنا عشان اسند الطبق الجميل بتاعي ده. تمام ما تنسوش يا جماعة تتواصلوا معانا على الارقام الموضحة امام حضراتكم على الشاشة. للتواصل مع الشيف رائد بنطلب 17-44 وبنضغط رقم 6، وللحجز في الدورة يا جماعة الرقم 011 موضح امام حضراتكم على الشاشة الجميلة. تمام تمام كده زي الفل. وصلنا كده لنهاية حلقتنا، وصلنا لنهاية حلقتنا وبنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا يوميا على قناة الصحة والجمال قبل هذا الموعد بساعة. ألقاكم على خير. أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة. ساعة شهية.